21 في تشكيلة نادي السد، هي رسنامة الفريق السداوي لهذه المباراة. في المقابل نادي أم صلال، والهدف الأول، الهدف الأول مع البداية للزعيم السداوي. مبكر هذا الهدف مع الانطلاقة، هذا جنون، هذا فنون مع البداية. لم ينتظروا كثيرا حتى يصلوا إلى شباك الحارس خالد أحمد. في وقت استعراض تشكيلة الفريقين وفي وقت الحديث عن تواجد عبد الله اليافعي في الشق الهجومي، يظهر هدف أول بلون أبيض للزعيم السداوي مع البداية والأسرع. أي بداية لدور الناشئين، شوف الانطلاقة وشوف التمريرة من عبد الرحمن الدوسري، والرأسية كانت مهيئة على المقام. دور الناشئين، كرة من جديد لمصلحة نادي الأسد الذي يطمح أكيد إلى نتيجة ستكون مطمئنة. نعم مطمئنة، هدف ثاني لمصلحة نادي السد في هذه اللحظات. عبد الله المغيسي يبدو من سجل بطريقة سهلة في شباك الحارس خالد أحمد، وأنت الجميل ورائع للزعيم السداوي الذي يبدأ بداية قوية وينطلق انطلاقة استثنائية. شوف التمريرة، شوف كيف حضرت، شوف الوان تو كيف كان رائع. التمريرة من معاذ الوادي ثم بيسار وضع. المواسم السالفة كان مع فئة الأشبال، كرة وانطلاقة سداوية، فرصة للتمرير في الجهة اليسرى، هل تظهر الفوارق بثالث الأهداف؟ والهدف الثالث، الهدف الثالث عن طريق عبد الله المغيسي. عبد الله المغيسي برقم 11 يسجل ثالث أهداف نادي السد في هذه المباراة. أمان 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 أمان، أي بداية، أي قوة، أي قدرة، أي إتقان يا عبد الله. يضع بكل سهولة في مرمى الحارس خالد أحمد. يسأل كثيرا خالد على الكرات التي استقبلها في شباكه. شوف الإعادة، شوف الانطلاقة وشوف التمريرة، واضح جدا تفوق بدني ومهاري اللي حققها الزعيم السداوي الموسم الماضي. كرة وانطلاقة، فرصة للتصويب، والهدف الرابع، الهدف الرابع. يا سلام يا سلام يا فنان، خلص الحديث وانتهى الكلام بطريقة رائعة. يضع على يسار الحارس خالد أحمد الهدف الرابع، انتظرناه كثيرا كثيرا كثيرا. الآن يأتي بأبهى ما يكون، من أروع ما يكون في شباك الحارس خالد أحمد. شوف الإعادة وشوف التمريرة وشوف الانطلاقة، شوف الاستلام، شوف شوف المراوغة وشوف التصويب. لتفاصيل هذه المباراة، والسد كما ذكرت كان الأقوى هجوميا الموسم الماضي. فرصة ممكن على الطاير، والهدف الخامس، الهدف الخامس في هذه اللحظات عن طريق عبد الله المغيسي. المغيسي يسجل ثالث أهدافه بطريقة مميزة في شباك الحارس خالد أحمد. ما أروعه من هدف، ما أحلاه من وصول، ما أجمله من جول يا عبد الله المغيسي. يضع على يسار الحارس خالد أحمد ليعلن عن خماسية مدوية تجعل المدرب سليم الجربي يبتسم، يبتسم ويبتهج ويفرح لهذا الأداء وهذه النتيجة المحققة حتى اللحظة. شوف